الكلية المتعددة للتخصصات الجديدة. مرحبا بإخوان الصحافة. بالنسبة لهذا الملتقى أو الدولي اللي كتنظموا الكلية المتعددة للتخصصات اليوم، وفي الواقع كيتمحور حول الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان، أي علاقة هاد يعني التظاهرة العلمية اللي كنظمها الكلية المتعددة للتخصصات اللي كتجي كدور تظاهرة ثانية بعد تظاهرة اللي تم تنظيمها السنة الفارطة في نفس الموضوع حول حقوق الإنسان، واللي كتجي في الواقع باش تتأكد على الاستراتيجية ديال المؤسسة اللي خدات من هذا المحور، محور أساسي بالنسبة لتطوير الجانب الأكاديمي وكذلك الجانب العلمي، على اعتبار أننا كنعتبر هذا المحور هو من المحاور الاستراتيجية اللي يجب تطويرها داخل المؤسسة. وهذا التظاهر العلمي كتجي كذلك بعد ما تم توقيع على واحد الاتفاقية ديال الشراكة مع المكتب الجهوي لحقوق الإنسان ديال جهة الدار البيضاء للإصطلاح العام السنة الفارطة، وكذلك وقعنا واحد الاتفاقية للشراكة مع المرصد الدولي لحقوق الإنسان، وآخر اتفاقية كانت متوقعها هو يعني شهر مجال البيض الفارط يعني بموازاة مع تنظيم واحد التظاهرة علمية اللي كانت تتعلق بالميتي دي جويسي جوستيس، واللي بطبيعة الحال كيلعب دور أساسي في المواكبة ديال المواطنين وذوي الحقوق باش يحصلوا على الحقوق ديالهم، والتطبيق ديال الأحكام اللي كتكون يعني خرجت من المحاكم الوطنية. فبطبيعة الحال احنا كنعملوا جاهدين على أساس أنه يعني شعبة العلوم القانونية وبالاشتغال كذلك الشراكة مع الشعبة ديال العلوم الاقتصادية يشتغلوا في هذا الميدان اللي كنعتبروه ميدان اللي هو أساسي وجوهري واستراتيجي كذلك. وبطبيعة الحال هذا الملتقى كينظم اليوم بحضور واحد المجموعة من الأكاديميين والأخصائيين اللي جايين من واحد المجموعة ديال الدول أوروبية من الشرق الأوسط وكذلك من دول صديقة موريتانيا الجزائر إلى آخره، واللي هي فرصة باش المجموعة ديال الباحثين غادي يتبادلوا الآراء حول الأمور اللي كتهم العلاقة ما بين الديمقراطية والحكامة الجديدة والحقوق الإنسان. وكنتمنوا أننا بطبيعة الحال في آخر المطاف نخرجوا بواحد المجموعة ديال الخلاصات اللي كيمكن نرفعوها في تقارير اللي يمكن لها تساهم ولو بشكل بسيط في يعني الإسراع بالسمو بحقوق الإنسان على المستوى الوطني. وشكرا. إشعاع ديال السنوات اللي كتقوم به الكلية المتعددة للتخصصات، اليوم كننظموا الندوة الثانية ولا الدورة الثانية للندوة الدولية لحقوق الإنسان. كما سبق درناها السنة اللي فارطة، اليوم درنا واحد الندوة على العنوان ديالها هو الحكامة الدولية الديمقراطية والحقوق الإنسانية أية علاقة؟ أكيد أن العلاقة وطيدة وكبيرة بين الحكامة وحقوق الإنسان. من خلال هذه الندوة إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نوضحوا حسب الدستور الجديد الملك 2011 العلاقة بين ميكانيزمات الحكامة والحقوق الإنسانية للفرد ولا المؤسسات ولا المكونات ديال المجتمع ككل. الندوة غادي تدار إن شاء الله بشراكة مع الشركاء ديالنا، كاين المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان، كاين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ستات في الدار البيضاء، دخلوا معنا بالتعاون بعض المؤسسات كالمرصد الوطني لحقوق المتعلم، كجمعية عدالة، كل الجامعة ديال مولاي سليمان بن ملال. والهدف من طبيعة الحال أننا نحاولوا نغنيو الحقل الثقافي بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من الاقتراحات، ونشوفوا الوضع الراهن، ونشوفوا كأكاديميين، وغيكونوا معنا إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى بعض ذوي الاختصاص، حقوقيين ذوي الاختصاص، نحاولوا نركزوا الاهتمام ديالنا في إطار يعني ثقافي، في إطار أكاديمي، إيجاد بعض الحلول، ولما لا نقترحوها إن شاء الله باش تخضع الاعتبار في اللجان الخاصة بحقوق الإنسان هنا إن شاء الله في المغرب. وهي مناسبة من طبيعة الحال أننا نواكبوا الركب المولوي السامي اللي كيهدف بشكل قوي
انفتاح المغرب لا على المحيط ديالو القاري ولا على المستوى الدولي في الاتجاه ديال مبدا الحداثه، مبدا يعني التعريف بالراهنيه اللي الحمد لله المملكه اللي كنعيشوها في عهد جلاله الملك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عهد يعني نحاولوا نوحدوا حتى دوك الافكار اللي عند يعني الحقوقيين الاكاديميين باش نخرجوا ان شاء الله بنتائج اللي تستفد منها المؤسسه وتستفد منها يستفد منها المجتمع ديالنا ان شاء الله ويستفد منها المواطن المغربي ككل.